في بيج منزله صورته وبيقولوا ان هو ده كاتب تحقيق وناس كتير قوي مشيره. يعني في ناس تانيه تعرف شكله غيرنا بس ما حدش شاف وشه. ايوه بس لابس نفس اللبس. ايوه بس هو قاصد يلبس نفس اللبس، هو قاصد الناس تشوفه وقاصد يظهر دلوقتي. الكاتب هو اللي ورا الصوره دي، العيال في صوره من ظهره مش هيعرف ليه صوره من وشه. وهيستفيد ايه؟ عشان لما يظهر تاني الناس تعرفه. انا مع هشام، الصوره مقصوده. طيب كده كده ده ما يغيرش خططنا حاجه. انا هعمل مشوار سريع واروح اقابل اسراء عند الدكتور وليد. تقول النظام انا هروح لمنى. انا وخالد هنروح لعماد صابر. متاكد؟ هحاول معاه. لازم اعرف نيته. العربية نزلت. دور العربية. أنا هنزل عماد صبر. أنا هتفرج وراه. مساء الخير. مساء النور. ممكن تقول لأستاذ عماد إن في حد واقف مستنيه تحت؟ أقول له مين حضرتك؟ حد عاوزه شغل. أوكي. مش هتستفيد حاجة لو أذيتني. أنا وأنت عاوزين نوصل لنفس الحاجة. ده تعرفه لما قابلك قال لك إنه وسيط ولا قال لك إنه الكاتب؟ تعرف مكانه؟ هعرف لو ساعدتني هتنفذ. أيوه هنفذ كل اللي هو عايزه، بس معاه هجيبه وهشوهه. في ناس بتقول إن أنت اللي كتبت الكتاب. صغير بلاش تقف بيني وبينه. لما قابلك من 7 شهور وحكى لك على التلف، المشكله اللي كانت مع مراتك كانت لسه موجوده؟ مراتي مش بتخوني، انتوا فاهمين غلط. هو بيلعب في دماغي انا. ليه هيلعب في دماغك؟ هيستفيد ايه؟ ايه مصلحته؟ امشي يلا امشي. خليني اساعدك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.